ايه ده؟ هي متأخرة بس ايه ده؟ فانوس. ده فانوس؟ ده باظ يطير. بس استنى قبل ما اسألك، انت الأول قلقتني عليك مال صوت. شكرا. قعدت ألف امبارح اجيب لكم الفوانيس الهدايا دي، جه لي مشكلة في الأحبال الصوتية وأنا عندي مشكلة في الأحبال الصوتية. يعني سلام. بعتذر للسادة المشاهدين. معلش ألف سلام عليك بقى، نرجع بقى لباظ يطير. ايه حكاية باظ يطير ده؟ هو ده فانوس؟ فانوس. ده فانوس؟ ده لعبة. فانوس. الفوانيس اتغيرت قوي مع الزمن يا جماعة، والله حاجة، والله تسلم إيدك. أحلى حاجة، أحلى حاجة تفكرنا برمضان الفانوس. تسلم إيدك يا شيف حسن، والله أبو الذوق كله. عارفة بيزر الطين؟ مين؟ عارفة بيزر الطين؟ باظ يطير، باظ لايتير. طبعًا طبعًا. أنا كنت من الأطفال اللي بيتفرجوا على ديزني كلها. تلاقش أنا حافظاهم كلهم واحد واحد. طبعًا محدش يا جماعة يقدر ينكر إن الفانوس جزء أساسي من تفاصيل شهر رمضان، ومن غيره ما نحسش إن رمضان جه. عايزينكم مشاهدينا تكلمونا طول الحلقة، أرقامنا هتظهر قدام حضراتكم أو تتواصلوا معنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. قوليلنا جبتوا الفانوس السنة دي ولا لأ، وموضة الفوانيس اللي اختلفت دي على مدار الأزمنة والعصور، آخر سنة يا ترى موضة فوانيس 2022 إيه؟ أنا معرفش، أنا وقفت عند الفانوس القديم خالص، وده الفانوس اللي انا بحبه. تصدقي القديم ده جميل جدا، ومن ساب قديمه، من فات قديمه تاني. طبعا احلى فانوس القديم. وفرفر. وتصدقي احلى فانوس ابو شمعة، مش لمبه بقى قوي. انا بحب قوي الفانوس. الله يجازيها بقى الصين اللي عامله فينا كده. اللي كان بيتلحم بالقصدير ده. مضلع المتمن والمسدس ده، والنحاس اللي على حق بقى، والرسم الاسلامي الجميل. عشان رمضان ما ينفعش يعدي من غير فانوس. طبعا عشان كده جبت لكم هديه فوانيس. الله عليك، واحنا برضو قلنا نردها لك وجبنا لك الفوانيس دي. شفت بقى؟ ده ده معقول؟ انا بحسب حد جاب لكم هديه غير. لا ما حدش، لا احنا بقى شفت، احنا المراه مثل حظ الانثيين، الرجل مثل حظ الانثيين، احنا جايبين لك اربعه. طبعا اتبسطوا مننا. طبعا مفيش بيت في مصر مش موجود فيه فانوس الحقيقه، لكن زي ما قلنا امبارح كنا بنتكلم عن الاغاني، وبنقول ان احنا في كتير اغاني بنسمعها وبنرددها من غير ما نكون عارفين اصلها ولا فصلها. النهارده برضو عايزين نتكلم عن الفانوس وقصص الفانوس وحكايات الفانوس، والفانوس بدا منين، وكمان ازاي بدأ وازاي اتطور لحد ما مرت العصور دي كلها ووصل للشكل الاخير الحالي اللي خلى الفانوس ما بقاش اصلا فانوس زي ما كلنا عارفينه، زي ما انتوا شايفين كده، زي باز لايتير ده. ايه قصة يا بنات؟ قصة الفانوس ايه؟ قصة الفانوس يا بنات؟ ايوه ما بقاش فانوس. ايه قصة بدايته؟ انت تعرف بداية الفانوس؟ بسألكم. قصة عميقة جدا. يعني مثلا هتلاقي بيردد اغاني رمضان، هتلاقي مثلا عندك هنا في فانوس، طبعا انت عارف الحاجات دي بما انك كنت بتلف طول الليل تجيبها. لا انا كنت بلف. بيعيد عليك الفانوس بقى، بيعيد بقى، ازاز بقى، بلاستيك. اتغيرت الفوانيس يا جماعه. زمان كان النحاس والفانوس ليه قيمه كده، صح؟ اهو زي الفانوس. انتوا الصيام مأثر عليكم خالص. زي الفانوس. لا ليه؟ زي الفانوس النحاس اللي انا كنت انا شايفه كده امبارح. اصل كلمه الفانوس راجعه لايه؟ اعتقد انها راجعه للغه الاغريقيه. إغريقية ولا فرعونية؟ لا إغريقية. كلمة فانوس أصلا راجعة فعلا زي ما بوسينة قالت للغة الإغريقية.